أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن الموضوع اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية شيفروليه دبابة وعايز تعرضها عندنا على القناة، ممكن تتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-30-35-91، تبعت لنا مواصفات العربية وسعر العربية وكمان صور العربية، وإن شاء الله هنعرضها على القناة وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبنا لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد، حادث الموتور 100%، ما حلش مسمار من المكنة، والعفشة وآلات الجر بحالة ممتازة. العربية فيها طقم جنوت سبور وكمان فيها كاوتش جديد. العربية فيها رخصة أيام. العربية مرور الغربية. العربية بدون أي ملاحظات نهائي، ممكن البيع كاش وسط. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. سعر العربية 175,000 جنيه. سعر العربية 175,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-62-67-66-91. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-626-76-691. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.